السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. فهل انت من الزول الواعي بتفكيرك؟ هل انت من الناس الواعي انك بتفكر في شنو، ولا ما عندك وعي بتفكيرك؟ يعني مثلا لما نيجي في ذهنك موضوع، فكرت في اي موضوع، هل انت بتكون واعي انك انت قاعد تفكر حاليا في الموضوع ده، ولا انت ممكن يجيك موضوع بتسرح معاه بالساعات؟ لانه اكبر مغدرة عند البني ادم هي تفكيرك، لكن تفكيرك ده هل انت واعي به ولا ما واعي به؟ يعني في افكار بتفيدك وفي افكار ما بتفيدك. فالزول الواعي بتفكيره، بمجرد ما جاتك فكره عن الشغل، انت بتكون واعي، عارف ان انت حاليا بتفكر في الموضوع الفلاني، وعارف ان التفكير ده حيفيدك ولا ما حيفيدك، وتواصل فيه ولا تغيره. ده الزول الواعي بتفكيره، فبيقدر يوجه تفكيره في الاتجاه الصحيح، ونتائجك في الدنيا دي هي كلها مرتبطة بطريقة تفكيرك وبين انت بتفكر في شنو. في النوع الثاني اللي هو ما عنده وعي بالتفكير بتاعه، وما عارف هو حاليا بيفكر في شنو. يعني مثلا تجيه فكرة بتاعت شغل، يسرح في الفكرة دي 3-4-5 ساعات. تجيه فكرة فكر في زول معين، سرح في الفكرة دي 3-4-5 ساعات. جاته فكرة فكر في موضوع معين، سرح في الفكرة دي 3-4-5 ساعات. ليه؟ لأنه هو ما واعي بتفكيره. يعني التفكير بيكون هو القائدك، ما أنت القائده. بتجي الفكرة، الفكرة دي بتقودك لفكرة تانية وفكرة تانية وفكرة ثالثة، أفكار مشابهة يعني. فبتكون الفكرة بتقودك من فكرة للبعدة للبعدة للبعدة، ممكن تعدي 3-4 ساعات من يومك أنت يعني ماشي خلف الأفكار دي، أو منجرف خلف الأفكار دي. الزول الواعي بتفكيره كأنه هو يعني عنده رغبة على التفكير. فالزول الواعي بأفكاره بيكون شايف، يعني بمجرد ما الفكرة تيجي بيكون عارف ايوه انا الآن بفكر في كده. بعدك بيكون عنده الخيار، يا اما الموضوع ده بيفيده وبيهمه وداري واصل يفكر فيه، يا اما حيغير تفكيره لشيء تاني. قراية القرآن بتساعد كثير جدا في القصة دي. ليه؟ لأن انت بتكون بتقرأ في القرآن، انت اساسا عارف ان انت مفروض تكون حاضر مع الايات اللي بتقراها. فلو ذهنك مشى في اي فكره في اي موضوع هتجيب تفكيرك تاني، ذهنك مشى لاي موضوع هتجيب تفكيرك تاني للايات. فالقصه دي بتدربك انه توعى بتفكيرك، وتوعى انه تفكيرك بيمشي وين. فقراءه القران الكثيره بتدربك على القصه دي. فبعد ذلك انت ما حتضيع وقتك انه يكون تفكيرك مشتت وبتفكر في مواضيع ما مفيدة بالنسبة لك. يكون عندك سيطرة تامة على تفكيرك، وعارف في أي لحظة، عارف واعي وفاهم أنت بتفكر في شنو. السلام عليكم.